تقدر حاليا الموارد المائيه لبلادنا باقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، علما ان وضعيه الخصائص تصبح قائمه بدءا ب 1000 متر مكعب للفرد سنويا. مشكل الماء هو مشكل عالمي، المغرب كذلك يعاني من هذا الاشكال. كنعرفوا بان هناك مجموعه المعطيات اللي تتحدث عن ما يزيد من 80% من الهناء 2030 اللي تكون واحد الاشكال فيما يتعلق بالموارد المائيه. اليوم مطالبين كذلك باش نترافعوا بشكل جماعي لصناعه راي عام وطني قادر يعرف بانه الماء هو واحد المادة أساسية للإنسانية جمعاء. لذلك خصنا نأمنوا بأن ترافعنا يصب فيما يسمى الآن بالأمن المائي أو الأمن الغذائي بصفة عامة. اليوم مطالبين كذلك باش تكون مادة الماء جزء لا يتجزأ من المخزون الاستراتيجي الوطني كما دعا إليه جلالة الملك. هذا إشكال وطني يمكن على الحكومة تطرح فيه واحد نقاش وطني بدون نظرة ضيقة تستدعي فيه جميع الأطراف، معارضة كانت أم أغلبية، لأنه في طرحه وفي مقاربة تشاركية كبيرة نقدروا نخرجوا بمخرجات اللي نكونوا سباقين فيها فيما يخص هذا المجال. كما كتعرف الوضعية الحالية ديال المياه في المغرب دونك تعاني من شح خطير دونك اللي كيهدد بزاف ديال المصير ديال بزاف الاسر وبزاف ديال العائلات وبزاف ديال القطاعات. دونك هنا الحلول الممكنه دونك كما كتعرفوا الا كان شي تلوث ولا كانت شي ندره ديال المياه في شي بلاصه ولا كان شي استغلال مفرط ديال المياه، دونك الطرق القديمه لتتبع هاد الاستغلالات ولا التلوث اشنو كنديروا؟ خاص تنقلوا للعين المكان باش نديروا مراقبه ومن بعد باش نديروا تنشوفوا الحل اللي خصنا نديروا نتبعوه. حنا من انطلاقا من هذه المداخله اللي نحاول ندير اليوم على نشوفوا شنو هما مقاربات جداد اللي كيمكن لنا باش اننا انطلاقا من اقمار اصطناعيه نقدروا نعرفوا مثلا اذا كان استغلال المياه بطريقه غير معقلانه ولا نشوفوا اذا كان شي تلوث ديال المياه ومن بعد نديروا حتى تدخل سريع في هذيك المنطقه باش نحلوا ذاك المشكل. حيت حنا ما كنتحكموش في هذا الشيء اللي كيطرى لنا في التغيرات المناخيه، تقدر يطيحوا الامطار اليوم يقدروا ما يطيحوش غدا اكسترا. دونك حنا باش هذوك حتى الا طاحوا تحت حتى باش نقدروا نجمعوهم قدر الامكان ونعاودوا نستغلوهم. دونك هذه السياسه ديال السدود دونك حتى هي كتعطي الاكل ديالها ولكن على المدى البعيد. دونك كاين جوج ديال الطرق باش اننا نحلوا هذا المشكل الواقع على المدى القصير، تحليه المياه، والمدى البعيد خصنا نستغلوا ذوك البراجات ونحاولوا نديروا عاوتاني استغلال معقلان ديال هذه المياه اللي كاينه ونحاولوا نحددوا من هذاك التبذير ديال المياه على العموم. اليوم كنشوفوا فرش مائيه اللي نزلات يعني بامطار كبيره، خصوصا فرش مائيه اللي كانت على بعد امطار قليله. اليوم كنشوفوا ان الحفظ ديال الابار كيطلب اليات يعني واحد الامطار كبير باش اننا نوصلوا للفرشه المائيه. ايضا كاين تهديد ديال التلوث المائي، عندنا تقريبا 30% من الفرش المائيه على الصعيد الوطني مهد يعني فرش مائيه اللي هي ملوثه بنسبه كبيره. ايضا استنزاف الموارد المائيه السطحيه والجوفيه من خلال الفلاحه الصناعه وايضا الاستعمالات اليوميه في المنازل، كل هذا الشيء خلى الوضعيه المائيه اليوم يعني حرجة، زائد التفاقم سنوات الجفاف اللي عرفت تراجع تساقطات من سنة 1980 اللي خلى اليوم المغرب وصلنا لهذه الوضعية. واليوم كيخصنا تدابير استعجالية ماشي استراتيجيات مستقبلية ولكن تدابير استعجالية، سواء في المجال الفلاحي لأنه المستنزف الكبير ديال الماء، واخا بالتقنيات الحديثة اللي جنبتنا واحد 13% ديال المياه اللي كانت كتمشي في الفلاحة، ولكن مع ذلك كيخص التدابير استعجالية في مجال فلاحي مجال صناعي وأيضا في المجال يعني عند المواطنين ترشيد استعمال الماء في جميع الاستعمالات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.